اعلنش عن الابلكيشن غير على الاوت دور واستنى يشوف نتيجتها والناس نزلت الابلكيشن يبقى الابلكيشن وصلت للناس من خلال الكوميونيكيشن هو عمله وده بيقول ان الناس مستعده انها تستقبل ابلكيشن ده اكتر بكتير ده ياثر في ايه؟ ياثر في ان احنا نضطر نحط انفراستراكشر اكبر ويبقى عندنا انترنت اكبر مش هتكلم على الساعات الدوليه هسيب احمد هو خبير اكتر من الساعات الدوليه والانترنت دايما انما هل احنا محتاجين انفراستراكشر اكتر واكبر واقوى واسرع؟ الاجابه نعم وهتفضل الاجابه نعم عمرها ما هتتوقف عشان بس ايه نبقى عارفين عمرها ما تتوقف جبنا 3G 4G 5G ايا كان حضرتك انت بتتطور معاه زي بالظبط كده ما انا بقول دايما شخص ابتدى حياته في مقتبل حياته بمرتب 800 جنيه كان بيصرف 800 جنيه طلعوا بقوا 8000 جنيه بقى بيصرف 8000 جنيه طلعوا بقوا 20000 جنيه بقى بيصرف 20000 جنيه فهو الطلبات بتطلع معاك اوعى تفكر انها ان هو هيقف فالانترنت كذلك استخدامك للانترنت هيفضل يطلع معاك كل ما انت تتقدم شويه هتلاقي نفسك بتستخدمه اكتر شويه سيب احمد يكمل شكرا جزيلا حسام ويمكن بس تعليقنا قبل ما احمد يتكلم الحقيقه احنا بنتكلم على انفراستراكشر يمكن حسام فكرني الحقيقه احنا النهارده كماركتيرز